السلام عليكم أعزائي الفلاحون، مرحبا بكم دائما على قناتكم شوف تي في مباشرة من مدينة تيزنيت العالمة. كنقول لكم رمضان مبارك كريم. دائما في ساعة قبل الفطور مباشرة هنا من مدينة تيزنيت، وبالضبط بحي ودادية الموظفين. السلام أخي صلاح، مرحبا، عواشرك مبروكة، بالصحة فطورك، وحنا نكون معكم في هذه الجولة المسائية ديال الساعة قبل الفطور. السلام عليكم أخي عبد اللطيف، مرحبا بكم جميعا دائما على قناتكم شوف تي في. دائما من حي ودادية الموظفين. هنا بمدينة تيزنيت دائما على واقع صفر حالة الحمد لله. المحلات كما كتشوفوا مغلقة، إذن الناس محترمين الحجر الصحي ديالهم، الله يعطيهم الصحة. إذن مباشرة معكم من مدينة تيزنيت العالمة. إذن السكان دخلوا لديورهم، محلات مغلقة إلى بعد المرة. تحية خالصة للجالية المغربية القاطنة بالخارج اللي كيشوفونا مباشرة دائما عبر قناة شوف تي في. تحية خالصة لكم فينما كنتوا، تحية خاصة للجالية المغربية القاطنة بفرنسا بإيطاليا بهولندا. احنا كنعملوا معكم جولة بحي ودادية الموظفين هنا بمدينة تيزنيت. اليوم الحرارة، عودوا لينا كيفاش دوزتوا نهاركم مع هذه الحرارة، هذه اللي حرارة مفرطة نشرة إنذارية على المستوى البرتقالي. إذن دائما على واقع صفر حالة الحمد لله، على واقع صفر حالة الحمد لله. دائما مدينة تيزنيت خالية مع احترام السكان ديالها الحجر الصحي.
تفضل. دين دائما على واقع صفر حالة، دائما على قناتكم شوف تي في. الناس اللي تحشو تيزنيت، الناس الخارج هي تيزنيت مباشرة على قناتكم شوف تي في. تيزنيت الحبيبة، مدينة الفضة، دائما في هذه الجولة المسائية ديال الساعة قبل الفطور، شهية طيبة إن شاء الله، تفطروا بخير وعلى خير إن شاء الله. تحية خالصة لرجال السلطة، الشرطة، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، الأطباء، الممرضين اللي سهرانين تبارك الله عليهم في هذا الوباء. إن شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء هذا باش كل شيء يكون بخير وعلى خير، ونرجع إن شاء الله للعيد يلقانا بصحة جيدة إن شاء الله. دائما وحنا كنعملوا معكم هذه الجولة المسائية مباشرة عبر قناتكم شوف تي في من حي ودادية الموظفين. إذا ما بقى والو، أذان صلاة المغرب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا بصحة فطوركم إن شاء الله، نتلاقاو معكم بصحة فطوركم إن شاء الله. دائما من مدينة تيزنيت نقول لكم بصحة فطوركم، شهية طيبة لينا وليكم إن شاء الله. إلى الملتقى.